السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي مشاهدين قناة الصحة والجمال، معاكم وفاء الغنيمي وحلقة جديدة من برنامجكم جمالك مع روعة. طبعا برنامجكم جمالك مع روعة مش هيكمل غير بوجود خبيرة التجميل أستاذة روعة الموجي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك يا أستاذة وفاء. ومعانا طبعا الجميلة أستاذة وفاء مسعود خبيرة البروتين، وكمان ميك اب بتعمل ميك ارتست. اب جميل جدا جدا جدا، وهي ميك اب ارتست بس التخصص بتاعها في البروتين. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك استاذه وفاء، عامله ايه؟ الحمد لله بخير طبعا والله. حضرتك منورانا جدا، والله منوره منورانا استاذه بوجودكم روعه معانا. الموجي. انا عايزه اسالك بقى على حاجات كتير النهارده. مورين الاول حضرتك هتقدم لنا الشغل بتاعك، واللي حابب يتواصل معانا يتواصل على الارقام اللي مكتوبه على الشاشه. حضرتك بقى عمر. جايبه لنا الموديل الجميله دي. عمر ايوه، شوفي حضرتك بقى هتكلمينا عن الحاجات الجميله بسم اللي الله حضرتك الرحمن عاملاها الرحيم. وعن شغلك الجميل. انا اخترت الموديل ده مخصوصا عشان خاطر وشها طويل، فقلت تمام ان انا اشتغل بيه عشان خاطر ان انا يظهر شغلي يعني، تمام وكمان ان عينيها بسم الله ما شاء الله يعني واسعه، فانها ما غلبتنيش واشتغلت فيها بسم الله ما شاء الله. ركبت رموش وركبت لينسز ان تمام انا ظبطت وشها على حسب ان هو ما يبقاش طويل وبين في الكاميرا انه طويل. طب حضرتك عملتي رسمة العين بناء عن ايه؟ عملت رسمه العين بناء ان ما كانش فيها حاجب خالص اصلا، فانا تمام حاولت ان انا اعرض الحاجب وارفعه لفوق عشان خاطر يبقى في فرق بين الجفن والعيون، تمام فعشان يدي الرسمه معايا دي. طب احنا ملاحظين ان العين مبطنة، ليها ميك اب معين انت بتعمليه؟ انا بعمل المبطن ده بعمله غوامق، بحاول ان انا اعمله غوامق، فبسيح البني مع يعني كله بنيات عشان خاطر ان العيون تبقى مقفوله عشان هي واسعه. طب حضرتك تمام. بتفضلي الشميري ولا المط اكتر؟ المط طبعا. بجد؟ اه والله في العيون انا بحب المط. المبطنه ولا في اي عين؟ لا مش في كل العيون، بس انا بفضل المط لانه ثابت. تمام. طب هو كل ميك اب ليه يعني كل مكان ليه ميك اب معين؟ ايوه طبعا. وليه عدسات معينه؟ ايوه و... طبعا. العيون الواسعه تمام اي عين بتلاقي عليها ما عدا تكون انها بارزه، تمام. لكن انا لو عيون ضيقه بعمل لها في عدسه معينه اللي عدستها صغيره. تمام. اما بالنسبه بقى للرموش، الرموش في منها طويل وفي منها قصير، فلو تمام الرموش طويل فانا بقصه قبل ما اشتغل بيه، بقيسه الاول على الجفن. طب حضرتك بتختاري لون العدسات بناء عن ايه؟ بناء على لون العين نفسها، العيون الاسود بيلاقي عليها جميع انواع العدسات. تمام. اما العيون العسلي مش اي عدسه بتركب معاها. طب لو البشره سمراء شويه؟ انا بحط بقى بيرجع بقى للفاونديشن، انا بلخبط فاونديشن فاتح مع غامق عشان خاطر ان انا اشتغل على البشره يبقى اللون موحد بشره. لا هي بتسال عدسات مع لون البشره. العدسات مع لون البشره يعني ممكن تلاقي بنت مثلا سمراء جدا وحاطه لون مش لايق مع البشره بتاعتها. بفضل انها تشيلها وبحط واحده تانية. انا ما بشتغلش أيوة، يعني انا مثلا اختارها انا على اساس ايه يعني؟ السمر ليهم درجات ايه؟ في الرمادي الرصاصي العسلي. تمام. واللي زي كده اللي زيك بسم الله ما شاء الله مش محتاج. لان طيب. العسل عموما مهما حطيت له ما يبانش فيه عدسات، يعني بتحس ان هي عيونك برضو. تمام. ممكن تشرحي انت عملتي ايه في وشها بالظبط؟ انا اول حاجه عملتها حطيت لها طبعا بنسينول الاول خالص، لان بشرتها مبهدله بالحبوب، حضرتها في البنسينول الاول اول حاجه خالص. ممكن بس ما تقوليش ماركات يعني، قولي مثلا انا حطيت مرطب. تمام. انا حطيت اول حاجه فيه. مرطب. أوه. تمام. اديته 10 دقائق كده على ما نشف، وبعدين عملت برايمر. تمام. تمام. اديته 10 دقائق على ما خد وده مع بشره، واشتغلت اول حاجه عملت برواز الحاجب. تمام. اشتغلت اول حاجه برواز الحاجب ظبطته معايا، وبعد كده بقى اشتغلت بالاي شادو. طب بمناسبه الحواجب قبل ما تكلم، هو كل سنه بيكون في رسمه حواجب اللي طالعه موضه؟ في موضات كتير، استنادي تمام الموضه الوحيده اللي هي بتبقى رفع مرفوعه كده. تمام. وفي حواجب بتبقى مكفيه احنا اللي برضه بنرفعها بشغلنا. ما شاء الله. فاحنا اللي بنظبط الحواجب على اساس ايه؟ الرسمه بتاعت يعني البشره. يعني 2020 هي برضه الحواجب المرفوعه؟ والله احنا لسه ان شاء الله في 2020 احنا يعني ايه بنقدم مننا من نفسنا برضه يعني، ونروح كورسات عشان خاطر نعرف برضه رسومات الحواجب الجديده. طب حضرتك هتقدم لنا حاجه معينه عليها النهارده؟ انا اقدم ان انا برضه بسم الله ما شاء الله يعني ان انا خليتها برضه كانت بشرتها ما فيش خالص ولا حواجب ولا رموش ولا اي حاجه خالص، فانا برضه ظبطتها وخليتها باللوك الجديد هي ده. جميله خالص. ربنا يبارك لك. تمام. حابه تشتغلي حاجه على وشها دلوقتي على الهواء؟ انا ممكن احطه دلوقتي، احط هايلايتر وروش. تمام ماشي. اتفضلي فنشي وتقولي حضرتك بتعملي ايه وانت بتشتغلي. حاضر. في نفس الوقت الصور بتاعت حضرتك هتنزل على الشاشه وانت بتتكلمي برضو، اشرحي لنا الصور بتاعتك. تمام. انا بحط الهايلايتر عشان يعمل اضاءه. هو الهايلايتر ليه انواع معينه اللي حلوه يعني؟ والله انا بجيب الماركات اللي هي بشتغل في كيرولاين او مش بلاش ماركات، انا بقول لك يعني النوع الغالي احسن ولا اللي أيوة هو طبعًا. العادي؟ لا طبعا. بصي كل ما بتجيبي في العالي كل ما بيظبط معايا الميك اب، لكن الحاجات الكوب دي ما بتنفعش خالص. تمام. فانا هحط هايلايتر زياده هنا عشان خاطر الاضاءه. تمام. هو بيتحط بقى يعني ايه اخر حاجه خالص في اماكن هو زي ايه؟ هنا على الخد. تمام.
وعلى الانف هنا كده عشان خاطر يدي اضاءه، وعلى الجبين وتحت الدق. ما شاء الله على حضرتك جدا. تمام. ده بيمشي مع جميع ال ال طب لو سواري برضو اعمل كده؟ الوش لا انا حد خارج يعمل كده؟ لا انا السواري بالذات لو بالليل يعمل اضاءه، بالنهار ما يعملش اضاءه. يعني بالنهار ما يتحطش خالص؟ تمام. ما بفضلوش بالنهار، لكن هو بالليل، لان تمام. هو اصلا اضاءته بتيجي مع افراح عرايس سواري. بسواري لكن بالنهار تمام. لا ماشي. معلش ما تديش ظهرك للكاميرا بس. حاضر. عشان المشاهدين يكونوا شايفين حضرتك. تمام حاضر. انا هحط بقى الروج، انا هروح اجيبه من بره كده. تمام. في الوانات طالعه موضه السنه دي؟ كشمير للروج. للروج الكشمير تمام، والنبيتي والبنيات. كويس جدا. الكشمير بطل السنتين دول اصلا. هو الكشمير بقاله يعني كتير، بس في منه درجات بقى. يعني الكشميري في منه، في كشميري داخل على موف، وفي كشميري داخل على روز. فحسب البشره بقى. بقى انا داخل على موف بالنسبه للزفاف. تمام. اما اللي هو داخل على روز والحاجات دي بيبقى ايه، سهره خروج كده. تمام جدا. فانا هظبط الروج برضو معاه اهوت. ايوه. واشرحي لنا برضو انا طبعا الصور بتاعت حضرتك بتتعرض اهي على الشاشه، صور العرايس وشغل حضرتك بتاعتك دي صح؟ ايوه بتاعتي اهو. ايوه ما شاء الله. انت مكانك فين قلنا؟ انا مكاني قريه حصه شبشير. فين طيب؟ تبع طنطا، بس هي على طريق المحله وبرده على طريق طنطا، يعني هي بين البنين. قريه حصه شبشير. قريه حصه شبشير. قريه القران والعسل. ورقم حضرتك نازل على الشاشه دلوقتي. تمام. مريم. حضرتك بقى لما بتيجي ترسمي الروج يعني لو الشفايف كبيره بتعملي ايه، ولو صغيره بتعملي ايه؟ انا اخترت برده مدام نهله عشان خاطر ان شفايفها كبيره، قلت برده عشان اشتغل عليها وان انا اعمل نتيجه. فانا اشتغلت على الروج كده، فخدت التحديد الاول من جوه الشف وعملته بالكونتور من تحت، واشتغلت بقى على الروج ان هو ان انا اعمله ايه، مش غامق ولا فاتح. طب ولو واحده عايزه تكبر شفايفها بالروج؟ بنكبر بالتحديد برده. وبنقوم حاطين برده بنرسميه طيب فوق. بنرسمه الاول فوق وبنرجع بقى نعمله بالكونتور او بالكونسيلر، وارجع بقى ان انا اظبط الروج بتاعي واعمله مط عشان يبان. تمام. حضرتك تحبي تكلمينا على البروتين والشعر؟ تحت امرك برضو. كلمي. انا بتكلم بقى على البروتين. انا كنت برضو عامله لها ده من يجي 3 شهور 4. تمام. انا كنت عامله لها جلسه بسيطه كده على انها كانت بتعمل كل سنه عندي. فانا عملت لها جلسه بسيطه، عملت لها بيبي اللي هو البيبي مع البوتوكس. تمام. واشتغلت لها ما خدش معايا يعني 5 ساعات. ما شاء الله. وهو بسم الله ما شاء الله، ولا انا كده مش معمول بيبيليس خالص. صور الشعر اللي حضرتك عاملاها ظاهره على الشاشه دلوقتي. تمام. طبعا اثناء ممكن تتكلمي عنها؟ انا بتكلم عن الشعر، كل شعر وله بروتين معين كنت بعمله. تمام. الشعر الافريقي طبعا ده من اضعف الشعر، وكل اللي عندنا مثلا بيفتكروا ان هو الشعر ده جامد جدا وشديد جدا، لكن هو من اضعف الشعر. فبالتالي ان هو اصلا الفرد البروتين ما بيفضلش فيه مده طويله، هو اقصى حاجه ليه 6 شهور. تمام. لكن تمام. الشعر اللي بيبقى شعراته مثلا مجعده دي بتفضل معايا سنه، وبتيجي تعمل جلسه ترميم بسيطه فبيفضل معاها اكتر من سنه. بتعملي ترميم على الشعر كله؟ على الشعر كله ولا على لا على الجذور اللي طلعت. ترميم عشان خاطر عشان خاطر التكلفه، لان تمام. طبعا البروتين مكلف وكده. فانا بعمله اللي هو الجذور بس، ما بتكلفهاش حاجه، لكل 6 شهور. يعني بتعملي الجذور بروتين وباقي الشعر ترميم زي ما هو؟ لا بيفضل زي ما هو. ايوه تمام. يعني ما شاء الله ما بلمست الشعرايه اللي بعديها مكوى بس كده. هو اللي طلع جديد بس. بس اللي طلع جديد فما بيكلفهاش، يعني كان بيكلفها 1500 ما بيكلفهاش 300 400 جنيه. تمام. حضرتك برده ممكن تشتغلي اونلاين ولا؟ انا ما بشتغلش اونلاين والله. لازم بتجيلك العروسه؟ بتجيلي هناك لحد عندي. تمام. طبعا عايزه اقول لكم في الحلقه الجميله دي ان استاذه روعه مش بتظهر رغبه منها، هي اللي مش عايزه تظهر معانا، معرفش بقى كسوف ولا ايه بقى، بس هي بتبقى منورانا، وهي خبيرة تجميل جميلة جدا، وهي اللي عاملة لي الميك اب الجميل ده. احب اشكرها واهنيها على البيوتي سنتر الناجح بتاعها، صاحبة بيوتي سنتر ليلة العمر، تجهيز العروسة من الالف للياء. وبنواصل كمان مع استاذة وفاء، وهتقول عنوانها مرة تانية علشان الناس يركزوا معاها، عشان اللي قريب منها هيروح لها ان شاء الله. انا قرية حصة شبشير. تمام. طنطا غربية. تمام. بلدي قريه اسمها قريه حصه شمشير. وانت رايحه على المحل؟ وانت برضو رايحه على طنطا، هي في الوسط، في الوسط يعني بلد بين البلدين. تمام. قريه حصه شمشير بلد القران والعسل، هي مكان بقى معروف وكده عشان عندي معروفه ان البيوتي سنتر بتاعي عند مسجد الشناوي. ما شاء الله ربنا يبارك لك. وبحب برضو قد ايه فاتحه بقى؟ انا بقى لي 13 سنه بجد. والله ما شاء الله. بس لسه واخده الارتست السنه دي. ما شاء الله. واخده الميك اب الارتست السنه دي، فبدات اشتغل بيه. كان بروتين وكرياتين وايطالي وفرد حنه وكل انواع الفرد.
ما شاء كنت الله. بشتغل وكنت بعمل ميك اب عادي جدا جدا جدا. انا بجد مبسوطه ان حضرتك معايا والله، ده انا منوره بوجودك والله يا استاذه. بتحبي تدي نصيحه للبنات في موضوع الميك اب وتجهيز البشره؟ اه طبعا بحب اديهم انهم مش اي بشره برضو يروح، عندنا البنات بيحطوا اي كريم اساس اي بودره، فبرضو ان هم لازم يعملوا برضو تجهيزات بشره، بخار واللي بشرتها فيها حبوب تعالجها قبل ما تحط لها، قبل ما تحط لها اي حاجه من الفاونديشن. وبقول لهم يعني ان هم يختاروا ماركات، ما يشتغلوش باي ماركه برضه. طب لو انا ما عنديش كونسيلر وعايزه اداري السواد اللي تحت عينيا ومستعجله مش معايا كونسيلر؟ تمام، ما احنا بنحط برضو، انا ممكن احط فاونديشن عادي تحت العيون. تمام. وبقوم بطنها بالبودر. تمام. ممكن حضرتك تدينا الشرح بتاعها؟ بتاع العيون؟ اه. انا باول حاجه بعمل لها بديها كونتور من فوق من الجفون. تمام. بديلها قبطانه كده. ليه بقى؟ عشان خاطر تثبت الاي شادو. تمام. وتمام وما بتظهرش بقى، ما بيبقاش ده لون وده لون. تمام. فلازم احط عليها البطانه دي عشان خاطر انها تثبت الاشاد. وبرجع بقى اشتغل بالكونسيلر تحت العيون. طب الرموش؟ وبطنه بالبودر. انا عايزه اقول لك حاجه، الرموش تمام، يعني في ناس بتبقى حاطه رموش كبيره رموش صغيره. اه تمام. برضو ما هي برضو الرموش دي بتختاريها على اي اساس؟ بختارها على اساس العيون والجفن، لان في جفن صغير وفي جفن مطاول. تمام. فطبعا في رموش يعني مطوله وفي رموش صغيره، والمطوله برضو حباها اصل في 3 دي، في رموس 3 دي فبقصها. تمام جدا. وبلزقها برضو بلزق معروف يعني. طيب الرموش اللي انت هتطلع دي ايه؟ ديت برضو لا دي رموش مش 3 دي، دي رموش عاديه جدا، لان جفن عينها واسع، وفي نفس الوقت يعني ايه ان الرموش لها رموش اصلا بسم الله ما شاء الله، فحطيتها رموش عاديه جدا عشان خاطر ان هم ايه يعتبروا ان هم رمش واحد. ايوه تمام. هتطلع 3 دي. بترجعي تعيدي عليها بالمسكره؟ لا طبعا، انا اول حاجه بعملها بعمل المسكره للرمش عشان الرمش يطلع يرفع معايا. اه عشان يكون تبع الرموش اللي حضرتك. وبعد كده بشتغل بقى بالرموش، الزقها وبضغطها انا بايه بصوابع ايدي كده، بضغطهم كده بس، ما بتحتاجش مسكره ولا اي حاجه. طب حضرتك بقى قولي لنا بتفضلي تعملي ايه، كل يعني كل شويه بتطوري وتختاري شغلك بناء على ايه؟ بناء على برضو الكورسات اللي انا باخدها. تمام. انا ما بسيبش ولا كورس. يعني حضرتك بتدرسي الحاجه اللي معين؟ انا اول سنه السنه دي بصراحه، والشكر طبعا لزوجي وقف جنبي بصراحه، وطبعا النجاح ده منه برضو ما شاء الله. اه فهو بصراحه ما بين اه والله انا بشكره جدا محمود ابراهيم دبوره، لانه بصراحه يعني مش بيخليني محتاجه حاجه، وفي نفس الوقت واقف جنبي، وبصراحه ما بيزعلنيش برضو. يعني اي حاجه انا بحب اخدها روحي ادام شغلك، انا عايزك تبقي ناجحه. ربنا يبارك عشان خاطر اولادي كمان، دي حاجه مهمه جدا طبعا. اه وانا والله بحمد ربنا فعلا انه وقف معايا، لاني في ازواج كتير طبعا ما بتحبش الشغلانه دي. واقف جنبك ما شاء الله. الحمد لله. ربنا يبارك لك يا رب. يخليك. استاذه روعه الموجي ساكته النهارده ليه؟ سايبه المسرح ليكوا. لا ده اهم حاجه انت يا استاذه والله، احنا بوجودك طبعا، احنا ما جيناش الا بوجودك طبعا تحت تشريفك. انا حابه ان انت تتكلمي على العرايس بقى بتاعتك شويه، بتجهزيها قبلها بقد ايه وبتخلصيها ازاي بالتفصيل بقى عشان كل احنا عندنا طبعا، عشان احنا طبعا مش مدينه، احنا قريه. فهم بيتهيألهم ان الحجز قبل الفرح بشهر ده كتير قوي. هم كتير. اه فبيتهيألهم ان هم كتير، فهم العروسه بتيجي تحجز عندي قبلها بايه اكتر حاجه 15 يوم. ياه. اه والله تلحقي؟ بلحق بقى، بقوم جايه جايباها طبعا، هي جايه لي خلاص 15 يوم. بتبيتيها في المكان؟ ببيتها بقى كل يوم بتجي لي اعمل لها ماسكات، في ماسكات انا بعملها لها وماسكات هي بتعملها في بيتها. مقابل ان مثلا لو في بشرتها فيها حبوب طبعا بديها كريمات مضاده حيوي تحطها على بشرتها، وتيجي تعمل عندي ايه جلسات عندنا. تمام. تمام. فبتيجي على وقت الفرح بسم الله ما شاء الله تبقى البشره ايه والبروتين مرطبة. برضو بتعمله لها قبل؟ لا البروتين انا بعمله قبلها ب 15 يوم او 20 يوم. يعني هي ممكن تيجي لك تعمله لها في نفس اليوم؟ اه بتيجي خلاص تغسل، تبدا تغسل وتجي لها قبل الفرح بخمس ايام اعمل بروتين. ياه. اه فهو دي بتبقى صعبه عندنا، اما في ناس طبعا متحضره ومتمدنه بيجي لي قبلها بشهر شهر ونص ببدا بقى اشتغل معاها براحتي. هو الموضوع مش موضوع تحضر وتمدن برضه عشان ما فيش حد يزعل، هي قصدها ان في ناس لا مش قصدي تحضر، يعني مدركين الحاجه اللي هتحصل كامله. اه ايوه متحضر يعني فاهمين الدنيا ماشيه ازاي، لكن احنا عندنا مثلا ايه بتضطر مثلا تقول لك إيه لا روحي قبلها 15 يوم غصب عنها برضه. اه لا روحي 15 يوم عشان لو في حاجه جديده تنزل هي تعملها لك. ايوه رغم ان كل حاجه والله احنا بنجدد يعني على طول ما بن وكل واحده هتبقى عايزه تطلع الشغل بتاعها احسن احسن وأحسن من الاول. يعني. ايوه طبعا. وبعدين هي بتبقى في وشي انا. أيوة. يعني اي عروسه هتطلع في وشي انا فلازم اعملها على اكمل وجه. يعني حضرتك بقى بتحبي العروسه تجي لك تقول لك اعملي لي واعملي لي واعملي لي بصراحه، ولا اللي هي بتسيب لك نفسها؟ انا بقى بصراحه العروسه اللي بتشاركني في شغلي بصراحه ما بعرفش اشتغل معاها، بتطلع مني بصراحه. تمام. لان انا دماغي حتى وانا بشتغل في الميك اب انا ما بحبش حد اصلا يكلمني.
لاني أيوة. بحب اشتغل بدماغ زي ما انا كلمتك كده دلوقتي. اه تمام كده والله. فبحب ان انا اشتغل براحتي بقى يعني. انا عشان ممكن تقولي كده وانت بتعملي ايه في العيون؟ لا اعملي البشره الاول. انت ما تعرفيش انا بعمل ايه. ممكن الميك اب نفسه بقى، الميك اب نفسه اللي هو بتاع الوش بس ده بيتعمل في قد ايه يعني؟ ياخد يعني منك وقت قد ايه؟ انا ممكن لو ركزت اخلصه في نص ساعه ما شاء الله. العيون عايزه رسم وعايزه فن بخلصه في ساعه. بتعملي فورمات بقى ولا؟ لا انا مش شنيوهات بصراحه، انا محجبات. ولو مثلا واحده عايزه مصممه تعمل بشعرها انا برفعه لها بس كده بالبنس وبتبقى زي الفورمه برده زي الشنيو بالظبط. لكن انا ما خدتش كورس شنيوهات. وبتعملي لفات حجاب كل الانواع؟ بعمل لفات حجاب كل الانواع. تمام. حضرتك جايبه صور للفات الحجاب ولا؟ انا جايبه هنا معاكم باين اربع لفات. ممكن ننزل بالصور بتاعت ممكن ننزل بالصور؟ طيب ان شاء الله. هي دلوقتي هتنزل. هو واضح ان الناس عماله تتصل على تليفونك، احنا عايزين رقم البرنامج. الناس بيتصلوا على تليفونك تقريبا. تمام هم شغالين يتصلوا. ايوه دي عروسه جميله. دي عروسه طبعا، هي دي نازله قبل وبعد. دي حنه دي ولا ديت كانت شبكه؟ شبكه. بس أيوة. كنت دي اول بقى ما اشتغلت في الارتست. كانت جميله بصراحه، كنت اول ما بدات بقى اشتغل في الارتست. طب انا واخده بالي ان حضرتك يعني عامله شغل في العيون جامد. هي برده عشان عينها برده واسعه، فهي بص بقى احب العين الواسعه جدا لان بشتغل فيها براحتي. بتديكي مساحتك. تديني مساحتي بقى، لا مثلا لا انا يدخل جوه ولا بتتعب مني، فهو ده بصراحه بتظبط معايا. حضرتك لما بتشوفي لون الفستان بتحددي هتعملي لها ايه؟ بحدد بقى الميك اب وهو الجفون والروج. لكن الابيض تقريبا كله زي بعض. انا الابيض بحب الغوامق عليه جدا. فبيدي بشره لوك جديد جدا للعروسه. زي الموف اللي حضرتك قلتي بتحطيه في الشفايف صح؟ نعم. بقولك زي الروج اللي حضرتك بتحطيه للشفايف. كل بشره وليها روج. تمام. يعني مثلا ما اقدرش احط للشفايف الكبيره مثلا او البشره الغامقه احط لها احمر. طيب فبخليها في البرزات او الكشمير. هي العروسه وهي جايه لك حضرتك اللي بتجيبي الطرح؟ في وفي. انا مثلا لو عروسه مثلا يعني ابله وفاء مثلا او استاذه وفاء انا مش عايزه اجيب طرح، هاتي لي انت. حاضر. تمام. بجيب لها انا برضو والله كل حاجه من عندي. بتشوفي لون الفستان؟ واجيب لها انا الطرح، لان ساعات في بنات بتروح تجيب الطرح مش زي الفستان خالص وتقول لك لا اصل هو صاحب السنتر اللي اداهم. لا وفي كمان اللي هو الحاجات اللي بتتحط دي او التيجان وفي كده. لا في حاجه كده اللي هي بتكون مبطنه الطرحه والكلام. أيوة ده انا كله. بحط بطانه والحاجات انا اللي بجيبها. أيوة. بضطر ان انا بحاول ان انا ممكن تقول لنا اسمها ايه وكده عشان لو واحده نازله تجيب. في السواريهات مثلا او لابسه دريس او الحاجات بنجيب بطانه. تمام. وطاقيه اللي هي البندره اللي بترفع الطرحه. تمام. والطرحه الخارجيه هي اللي هي الناشفه زي كده دي. دي احلى حاجه بصراحه، دي ما بستغناش عنها لا في زفاف ولا سواري ولا في اي حاجه خالص. تمام. دي بصراحه بتظبط معايا. دي ثبت ظبط الطرحه دي. تمام. اهم حاجه والبطانه. تمام. طبعا عشان بتثبت الطرحه اللي فوق. وايه كمان؟ والطرحه اللي فوق بقى ديت حسب انت وذوقك. وفي حاجه اسمها تول؟ ما هي التول التركي والتول العادي والتول المط. ايوه انا بفضل التول التركي طبعا لانه ناشف وبيظبط الطرحه. تمام. بعملها سبانيش بتمشي معايا، بعملها تركي بتمشي معايا. ايه الفرق ما بين التركي والاسبانيش؟ التركي طبعا لا اللي هو التركي طبعا بتلف عادي حجاب بس بتديكي بقى الفينش بقى النهايه. ممكن تعملها زي حضرتك، ممكن تجيبها لورا، ممكن تجيبها بجنب. تمام. لكن الاسبانيش طبعا معروف ان هو وبرده لو عملتيها مثلا زي كده تعرفي تحطي الطرحه من فوق. كل حاجه بعملها. طبعا التاج كمان بقى. طب وحجم التاج بقى معليه التاج. تمام عشان اظبط الطرحه عليه. طب حجم التاج ده بيعتمد على ذوق حضرتك ولا ذوق العروسه؟ بيعتمد على الوش نفسه. تمام. لان ممكن يبقى وش مطول تحط له تاج طويل فطبعا هيطول. لكن لازم لو البشره مدوره بعملها بعمل اي تاج عليها. ما شاء الله. تمام. تحبي تقولي حاجه تانية عن موضوع التيجان والحاجات اللي بتتجاب دي؟ ما انا بقول لحضرتك هو التيجان انا برضو عندي التيجان ما بخليش عروسه تجيبه. يعني حضرتك اللي بتجيب التيجان؟ انا اللي بجيب التيجان برضو يعني. لو كان هيجيب الهيت بيس ماشي هاتيه على ذوق. في عرايس بتروح تنزل تلم كل حاجه. ايوه وتجيبها ومفيش اي حاجه ممكن تعجبه. فيا جماعه الهيت بيس هاتوه انتوا. تمام. لكن التيجان العالي انا اللي اجيبها لان انا عارفه البشره عامله ازاي وتدويره الوش. تمام. احنا عايزين حضرتك تكلمينا عن البروتين شويه عشان هو بطل الحلقات كلها. البروتين بقى ان شاء الله احنا طبعا انا اخدت كورسات بروتين طبعا عند الاستاذ صلاح السعداني. تمام. عند الاستاذ صلاح السعداني وخدت برضو الميك اب ارتست عند الاستاذ صلاح السعداني. ما شاء الله. فانا كانت بدايه البروتين بقى ان احنا كنا بنشتغل بالبروتين بس كنا بنشتغل طبعا بانواع بروتين ثانيه غير اللي انا كنت دلوقتي انا بقيت بشتغل بانواع بروتين غير البروتين اللي انا كنت متعلمه بيه. احنا كنا متعلمين مثلا بايولاين سيرابي. بلاش. فطبعا انا كنت الاول بشتغل بيه فكنت بحاول انه بحس ان هو كان بيحرق الشعرات. تمام. فدلوقتي اشتغلت في حاجات اعلى. تمام. فبتدي معايا النتيجه اللي حضرتك شفتيها دي. تمام. مفيش اي شكوى بتجيلك بعد كده؟ لا الحمد لله. هو اللي بيجيلي منه شكوى الشعر الافريقي.
فبقول لهم يا جماعه والله مش بايدي، هو حضركم شعركم ضعيف، وطبعا العرق بتاعه بتاع الست مثلا او العميله بيبقى مثلا بيأثر على الجدوع. تمام. بتفضلي انهي احسن في الصيف ولا في الشتاء البروتين؟ والله انا في الخريفي بصراحه، يعني انا بشتغل في الصيف الشعريه بعد شهرين اتنين تلاقي الجذور طلعت. ليه؟ عرق وحر وكده. طبعا احنا عندنا الستات على طول لافين الطرحه. فدي طبعا يعني اخطر حاجه للشعر انك تكتبيه. اول حاجه بتكسر الجذور. وثانيا بيلفوه كمان، وقايله لهم يا جماعه ما تلفوش شعركم، يعني اخر حاجه للشعر المفروض بروتين بتوكا. بيلفوه ازاي؟ بيلفوه بيعملوا لك احكه كده وتلاقيه عاملينه اشكال غريبه، تيجي تقول لك بعدها بشهرين يا استاذه وفاء معلش شعرك اتكسر. طب انا مالي؟ تمام. مش ذنبي. بتدي النصايح بتاعه البروتين، بدي النصايح بتاعه البروتين وهم شغالين معايا وانا معاهم قبل ما يخرجوا من عندي. تمام. اما بالنسبه للشعر الافريقي بقى، هو ده مدته شهرين وتلاقي يعتبر ربع الشعر يتكسر. تمام. لانه اصلا اضعف شعر. شكرا ليكي استاذه وفاء. انا تحت امرك. جميله والموديل الجميله برده، واستاذه روعه الموجي. فاصل وهنواصل باقي فقراتنا.